بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثامن. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نحل اختبارا من اختبارات مادة العلوم، وهذا من الاختبارات النهائية، وهو اختبار العام الماضي. نأتي الآن إلى الأسئلة. طبعا يكون زمن الاختبار هو أو زمن الامتحان ساعة ونصف، والدرجة الكلية تكون من 40. نأتي الآن إلى الأسئلة. السؤال الأول: ما لون الدم الذي يحتوي على الهيموغلوبين المأكسد؟ طبعا يكون لونه الأحمر الفاتح. السؤال الثاني: من خلال الشكل المقابل اكتب أسماء ما تشير إليه الرموز. A، لاحظوا هذا الرمز يشير إلى ماذا؟ لاحظوا هنا يشير إلى هذه النقطة، وهذه لاحظوا هذه كلها تسمى ماذا؟ هذه صمامات. إذن هذه الصمامات. أما النقطة B فهي الحجرة السفلية، لاحظوا هذه الحجرة، هذه تسمى الحجرة السفلية. الآن السؤال الثالث: ماذا يحدث لعضلة القلب أثناء عملية الانقباض؟ أثناء عملية الانقباض نتكلم عن عضلة القلب. الإجابة هي تتقلص، عند الانقباض تتقلص. ما هو التفسير؟ التفسير لأنه يجعل جدران حجرات القلب تنضغط إلى أين؟ للداخل، ثم يتدفق الدم خارجا من القلب، لذلك تتقلص عضلة القلب أثناء عملية الانقباض. السؤال الثاني: يمثل الشكل عملية تبادل الغازات، عملية تبادل الغازات في الحويصلة الهوائية، في الحويصلة الهوائية. السؤال: ما اسم الغازات الممثلة بالأرقام؟ انظروا إلى الرقم 1، هذه الغازات التي تخرج من الحويصلة، لاحظوا تخرج من الحويصلة، هذه هي الغازات، هذه ماذا تسمى؟ الأكسجين، فالأكسجين هو الذي يخرج من الحويصلة. ما الغاز الذي يدخل الآن إلى الحويصلة الهوائية؟ هذه هي الحويصلة الهوائية، الغاز الذي يدخل هو ثاني أكسيد الكربون. السؤال بقى: ما سبب اللون الأحمر لخلايا الدم الحمراء؟ خلايا الدم الحمراء لماذا تكتسب اللون الأحمر؟ بسبب وجود مادة الهيموغلوبين. السؤال الثاني: أي من مكونات الدم ينتمي إليها الشكل المقابل؟ لاحظوا هذا الشكل، هذا هو الشكل، وهنا عندنا بكتيريا. هل هذا خلايا الدم الحمراء أم خلايا الدم البيضاء أم الصفائح الدموية أم البلازما؟ الإجابة هي خلايا الدم البيضاء. السؤال التالي: ما المقصود بالتنفس الهوائي؟ يحفظ، التنفس الهوائي هو تحرير الطاقة من الجلوكوز عند تفاعله مع الأكسجين داخل الخلية الحية. السؤال الثاني: اكتب المعادلة اللفظية لمعادلة التنفس الهوائي. لاحظوا المعادلة اللفظية لمعادلة التنفس الهوائي: الجلوكوز زائد الماء، ماذا يحصل؟ ماذا ينتج عنه؟ ينتج عنه ماء. طبعا الجلوكوز زائد الأكسجين ينتج عنه ماذا؟ الماء زائد ثاني أكسيد الكربون. السؤال الثالث: ما المادة الموجودة في السجائر المسببة لمرض السرطان؟ إذن المادة التي تسبب مرض السرطان هي القطران. السؤال الرابع: يمثل الشكل الآتي إضافة حمض النتريك، إذن نتكلم الآن عن حمض النتريك، لمجموعة من الفلزات. الفلزات هي الألمنيوم، الحديد، النحاس، الزنك. لاحظوا هنا الألمنيوم، الحديد، النحاس، الزنك. السؤال: التفاعل الذي لا يمكن حدوثه، يعني أي من هذه الفلزات لا يتفاعل مع حمض النتريك؟ الإجابة هي النحاس، فالنحاس لا يتفاعل مع حمض النتريك. السؤال بقى: أكتب المعادلة اللفظية للتفاعل رقم 1. لاحظوا هذه المعادلة تفاعل رقم 1، ما هي المعادلة اللفظية هنا؟ نقول حمض النتريك طبعا سيتفاعل مع حمض النتريك، هذا الحمض مع ماذا؟ مع الألمنيوم. نقول حمض النتريك زائد الألمنيوم ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا نترات الألمنيوم زائد الهيدروجين. السؤال الثاني: أكمل الجدول الآتي موضحا اسم الملح الناتج من تفاعل الحمض مع الفلز. الآن هنا لاحظوا عندنا هذا الحمض، وهنا معنا الفلز. إذا تفاعل حمض الكبريتيك مع الفلز الكالسيوم ماذا ينتج الملح الناتج عنه؟ كبريتات الكالسيوم. أما إذا تفاعل حمض الهيدروكلوريك مع فلز المغنيسيوم، اسم الملح الناتج هو كلوريد المغنيسيوم. السؤال الخامس: يمثل الشكل المقابل رسم
ذبذبات موجة صوتية. إذا نتكلم عن ذبذبات الموجة الصوتية، لاحظوا هنا A B. أي الرموز يشير إلى صوت غليظ؟ الصوت الغليظ لاحظوا A، يوجد هنا تباعد ما بين كل موجة وموجة، لاحظوا التباعد، المسافة عند الموجات بين موجات الذبذبة الموجية للصوت A. أما لاحظوا B فهو صوت رفيع، لاحظوا هنا المسافة بين الموجات، المسافة أصغر وأقل من المسافة في الصوت الغليظ. السؤال الثاني، إذا اهتزت الموجة السابقة 40 اهتزازة، إذا اهتزت 40 اهتزازة كل ثانيتين، إذا تهتز كل ثانيتين اهتزت 40 اهتزازة. الآن ما هو السؤال؟ فإن التردد بالهيرتز يساوي، هل 10 أم 20 أم 40 أم 80؟ الإجابة يساوي 20، التردد يساوي 20. لاحظوا 40 تقسيم 2 يساوي 20. السؤال السادس، اكتب تغيرا واحدا يحدث عند الفتاة في فترة المراهقة. نتكلم عن فترة المراهقة في كل عمود في الجدول الآتي. الآن تغير في الأعضاء التناسلية، ما الذي يحدث عند الفتاة في فترة المراهقة؟ الحيض وكذلك نمو الثديان. لو كتب الطالب واحدة منها فهذه تعتبر تغير وهذا تغير. أما بالنسبة للتغير في الدماغ فتزداد العواطف عند الفتاة في مرحلة المراهقة، كذلك تصبح أكثر صوابا عند اتخاذ القرارات. السؤال الثاني، يوضح الشكل الآتي مراحل عملية الإخصاب في الإنسان. لاحظوا هنا هذا الشكل واحد، الشكل اثنين، هنا يوجد عندنا حيوان منوي ونواة الحيوان المنوي، هنا نواة البويضة، وهنا لاحظوا نواة الحيوان المنوي، ها هي هنا. الآن ماذا تسمى الخلية الناتجة في المرحلة الثانية؟ الخلية هذه الناتجة في المرحلة الثانية ماذا تسمى؟ تسمى البويضة المخصبة. لاحظوا عندنا حيوان منوي مع البويضة، يحدث عندنا تخصيب فتسمى هذه النواة البويضة المخصبة، عفوا البويضة المخصبة. السؤال، ما عدد الكروموسومات؟ نتكلم عن عدد الكروموسومات في الخلية الناتجة من عملية الإخصاب، هي 46 كروموسوم. نأتي إلى السؤال السابع، الأشكال الآتية تدل على مراحل تطور الجنين. لاحظوا هنا كيف يكون شكل الجنين عندما يكون 6 أسابيع، و6 أسابيع نتكلم عن الشهر الثاني. هنا انظروا إلى شكل الجنين عندما كان 11 أسبوعا، هذا طبعا 11 أسبوعا يعني الشهر الثالث. أما انظروا إلى الشكل هنا في الأسبوع الثالث والثلاثون يعني يكون في الشهر التاسع. السؤال، ما رمز الشكل الذي يدل على أن الجنين قريب من أسبوع الولادة؟ هذا بكل تأكيد، لاحظوا سي، هذا قريب من أسبوع الولادة لأنه في الشهر التاسع، لأنه في الشهر التاسع. طوله 50 مليمتر، طبعا يكون طول الجنين 50 مليمتر إذا عندما يكون في الشهر الثالث، إذن الإجابة هي بي. الآن السؤال التالي، ما فائدة السائل الأمنيوني للجنين؟ يدعم الجنين أو يحميه من الصدمات؟ السؤال الثامن، أي المواد الآتية مادة غير مغناطيسية؟ لاحظوا مادة غير مغناطيسية، الحديد، النيكل، القصدير، الكوبلت، هي القصدير، فالقصدير مادة غير مغناطيسية. لو جاءكم السؤال أي المواد تعتبر مغناطيسية، ممكن يعطيكم القصدير، الخشب، البلاستيك، الحديد، فالحديد من المواد المغناطيسية. ضع علامة صح أمام ما يناسب كل عبارة. العبارة هي، الأقطاب المتشابهة في المغناطيس تتجاذب والأقطاب المختلفة تتنافر، هل هذا صحيح؟ هذه إجابة خاطئة، فالأقطاب المتشابهة في المغناطيس تتنافر، أما الأقطاب المختلفة تتجاذب. تكون خطوط المجال المغناطيسية مرئية، هي خطوط وهمية غير مرئية، خطوط وهمية. يتجه القطب الشمالي للمغناطيس نحو اتجاه الشمال، الإجابة صحيحة. قام إبراهيم بتجربة صنع مغناطيس باستخدام قطعة من الألمنيوم، لاحظوا ماذا استخدم؟ قطعة ألمنيوم، ودلكها بمغناطيس دائم المغنطة، ولكن لم تنجح التجربة، لماذا؟ ما سبب عدم نجاح التجربة؟ لأنه استخدم ماذا؟ استخدم الألمنيوم، والألمنيوم يعتبر مادة غير ممغنطة، فلن تنجح عملية صنع المغناطيس، فيجب عليه أن يستخدم مادة ممغنطة.
ما هو الإجراء الصحيح الآن لنجاح التجربة؟ أن يستبدل الألمنيوم بماذا؟ يستبدلها بقطعة مصنوعة من الحديد، لأن الحديد مادة ممغلطة، فبالتالي سوف تنجح هذه التجربة، ويمكن صنع المغناطيس منها. السؤال التالي: في الدائرة المقابلة، إذا كانت قراءة الأميتر توضح أن مقدار التيار الذي يخرج من الطرف الموجب للخلية يساوي A 1، فما مقدار التيار الذي يدخل إلى الطرف السالب؟ لاحظوا، الطرف الموجب 1، والطرف السالب ما مقداره؟ أيضا سيكون المقدار 1. لماذا؟ لأن نفس القيمة، لأنه بنفس القيمة ونفس الاتجاه، وعندما تكون بنفس القيمة ونفس الاتجاه فهو يكون نفس المقدار. أكمل العبارة الآتية: الجسم الذي يكسب إلكترونات يحمل شحنة سالبة، الذي يكسب، لاحظوا، يكتسب، الجسم الذي يكتسب الإلكترونات يحمل شحنة سالبة، والجسم الذي يفقد الإلكترونات يحمل شحنة موجبة. الآن السؤال: أرسم دائرة كهربائية موصلة على التوازي مكونة من خلية، مصباحين كهربائيين، مفتاح كهربائي، وأميتر. الرسم هو هكذا أعزائي الطلبة، لاحظوا معنا هنا عندنا الأميتر، وهنا الخلية، وهنا المفتاح، وهنا المصباحان. الآن السؤال العاشر: قيمة فرق الجهد الكهربائي في الدائرة المقابلة تساوي، لاحظوا هنا الدائرة المقابلة، كم تساوي قيمة الجهد الكهربائي؟ تساوي صفر. فرق الجهد الكهربائي الآن يساوي صفر بين نقطتين، فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين يساوي صفرا. متى يساوي صفر؟ عندما تكون تلك النقطتان لهما نفس الجهد الكهربائي. السؤال الثاني: يوضح الشكل المقابل دائرة كهربائية، انظروا إلى الدائرة الكهربائية هذه، هنا عندنا مصباح، وهنا مصباح، وهنا الخلية، وهنا سين. ما عند إضافة مصباح ثالث؟ لو أردنا أن نضيف مصباحا ثالثا في الموقع سين، يعني هنا نريد أن نضيف مصباحا ثالثا هنا. الآن ما الذي سوف يحصل للمقاومة؟ ماذا يحدث لمقدار المقاومة؟ المقاومة سوف تزيد. وماذا سوف يحدث لشدة التيار؟ سوف تقل شدة التيار. أكمل الفراغات في الرسم الآتي بكتابة أسماء الأقطاب المغناطيسية، شمالي وجنوبي، في المكان الصحيح. لاحظوا القطب، هذا يسمى القطب الجنوبي للمغناطيس، وهذا القطب الشمالي للمغناطيس. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المراجعة وحل الاختبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.